اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. الممثلة بيرل بوزام التي تقوم بشخصية تونا في المسلسل من كواليس التصوير في الكرفان الخاص بها في موقع التصوير. Akrep gibisin kardeşim. Akrep gibi oldu gözlerim. من موقع التصوير، أول سيارة فيها أفرا سريج أوغلو أي سيران، وثاني سيارة فيها مارت رمضان ديمير أي فريد. وهذا من كواليس التصوير في أحد أماكن السهر لكل من الشخصيات فريد وسيران وسونا وعابدين. وهذه الصور من كواليس تصوير الحلقة 16 أي الحلقة القادمة من مسلسل الطائر الرفراف. وتسربت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض من أحداث الحلقة القادمة وفقا للسيناريو. سيكون لسيران وأفكاد جدال كبير بينهم. سيران تفقد توازنها في أعلى الدرج أثناء المناقشة وستسقط وتتأذى. في هذه الأثناء سيترك فريد زوجته ويذهب. يوسف سيبقى مع سيران ويعتني بها.